أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي اد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر الوهد ورك صباحنمي أعلن سيدة ميديا وصباحنمي جمعاء خوضة بحساسي اي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي الرئيس الوزارة روبلي ومرك لحور استاقي دمعا قريباً اي مدحويني وري صوماليا دوهاني محمد عبدالله فرماجو محمد حسين روبلي ايا مرك لي فرماجي كهور استاقي دمع عيسي كو آدنا انو قلانق الحوقان كو ييشو هوقانك قدق حالين تقلافاتك كدب مركي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي اوقبي اهم بإريي قدومي عصوبة يالا دورتي رئيس الوزارة صوماليا مدن محمد حسين روبلي ايا مرك لي كوحدة فرماجو كاقا ادكادي لولانك هوقانك قدق حالين تقلافات دورشويك كدب مركي او دوان هور استاقي ان شخصي فرماجو كلمانا يهي مرك لي هوقانك اقبتو قدق هير فيدرال افي قدق حالين تقلافات دورشد هير فيدرال ايا قابق عن تاق اهي اوقو عديي انو قدوميها قدق النقضو محمد عوي الورسمي كدب مركي او دورشد كابتنا سلي مشرحي حفيز كفرماجو كذلك ريحيي سديدي طوانكي ديسمبر لبكوني كوي لباتن كرئيس الوزارة روبلي ايا شقادة كراعديي طلب حبنو دو كمدها قدق حالين تقلافات كواسي او لغو اذيي ان ايكو ملمين سياسة دا اسلام مركاسينا اي دمان شقدي قدق هوسجيين فرماجي فهد ياسين حبنها سيوحا كجري قدوميه قدق علي محمود شاكو او هوري او بدلي الله او نحاريستي عبدالله ابي النور او اها قدوميها قدق كاسي او سدحي طبانكي اغوز تلوكوني كوي لباتان كاكو غيري يوري عاصمة دلك تاس او سببتي ان لسامي يهوغان عصب دورشد قدوميها عصب اي قدقاني ايو مدي قدق هرقلنتا اي لغو دورتي موسق اللي يوسف وحا اي موجينيسا ان رئيس الوزارة روبلي دادال حوغان كبحيي ان هوغان كقدية دا كمدح بنانادان فرقلنتا قاوان اي دوهاني محمد عبدالله فرماجو سيدا اي شيغ ايان دادك سياسة دا ودون دليلا ان فيد اي قدية دا كالي اي كهر وريغان محمد حسن عر اي علي محمود شاكو وحا اي فرصد نيفين اهي اتهي قد اهان دورشد اقار اهان شخصيات قبا تبشوين كدالكا قدق حالين تخلافات اي تضبط حبنود لغا رعديي وحا اي هوري او اقون سدين اما حلاليين دورشد اي بوبك اهد ايشان اي لباتنك نوفمبر لباكوني كو اي لباتنك اي ليسان اي ياسين فري لوغو بوباي كورسيغا حب ايبر لحدان يتضبو كاس او ديغان دورشد ايسو اهد دو سمرب سيكس تباها اهاتي خيز الوزارة محمد حسين روبلي اي دكت ديغا او دري دوهان فرماجو اي تيم كيسا اسلام مركاسين وحا او قبي اهان ببنانكا كيني قدية دورشوين كقرنكا دينا عكلا موسبيحي او ديغنين عرس او ديري مدحلة دولة فدرالك صوماليا كدب تلابوين اي قادين مدحوينا صوماليان موسبيحي عبدي اياسي اذاق او جوابي تلابوين كي او دنبيي اي دولة فدرالك صوماليا اي كويق داي اولاليه اعتراف رادين تا اي مالميه او دنبيي لغا وضاي بارلبانك يوكي موسبيحي ايا او ديغي مدحلة دولة فدرالك ان مركلا اي كدقال قشو ان اي ميل مرتو قدياد صوماليان وحونا تلابوين كاسي او كتل مامي متسي كلافوغي نيسادتك صومالي دا اهي دولد مقدشة ايادتك وحاسي كتالي نيا وحان اشيغينا ان وحاسي اي سي كرديان نعيب كلافوغاشو ايا علاد ديراتا او كدح ديرايسان صومالي دا دهدي دا اقلي يد ما اها ان عداود فوغاتي ان اي اسي تاقناتو قوات كينا سو سعودة ايو يري سيدو كلاوحا وشيغ ان سومالي لان آن لغو قصب كارين كلاوة شادة مدح بناني دا ايو مسير كيدا اسلام مركاسين اي ديار او تهي ان اي وحوال با او بحيسو قدية ديدا سيدو هادل كو ديگي هادل كمدح وينا سومالي لان ايا ايمان ايا حيلي اي دولة فيدرال كويق داي اسكود داي اولالي لغو رادين اي اخونسيغ سومالي لان كاسي او اي وذين حبنا كاتيرسان بارلمانك يوكي وزير كارما ديبادة صوماليا عبد السعيد موسى علي ايا وضا حضالة تليفون اهي او ولياش وزير كارما افريكا اي يوكي كبوري اي احترام كمد نمدا اي مدح بناني دا قران نمدا ومدى صوماليات سيدو كلا وزير كا قرشين تا حكومة دا فدرال كا صوماليا ايا ويرر شخصي اهي كو قادي حلبان ويليام سم او اها حلبان كي بارلمان كي يوكي هرقي اي موشين كاللوغة دو دي اي اقونسيغ صومالي لان موسبيحي عبدي ايا امي كدقنين عرس او دري دولة دا او هقامين جري دوهاني فرماجو فضلا دب او دا وركيني هوري اي عالان سيدا ميديا وركو او كلا تبيان امد صوماليا همان تانا كفو غادان وناقنا اركان عيقن وسلامي صومالي وحنو شيغي يا مانت وحنو تنزلني انو سن بربرين غرنك صوماليا غرنك صوماليا انك وحنو لو سو توبري عن شورتي سوحك صوبرين نولو ما سو توبرين انان دومينو صومالي انان لينو صومالي انان ديواتو هرسين وحنو لو سو توبري انان دلك ايا دتك ايا دينت الدفاعنو صوماليا
يا كدفاعنا عدو عدو واكي عدو هو مد بدل يمد قدر لا والله مد سحلو في كراية وغلدا إن سو توسيو كيف عنا اللي يرى دريقة كسوة مد الصومالية المركة لو اعتدن تاقن اكد تاقن دور دو الصومالية دحجة دا وحي او كان يسا بربر وحي كان يسا داوع وحي كان يسا مشكلو وانا صومرتي وان ارقني قرن انا دومينو لكن هدان قرن دومينو هدان قرن مرسنا قان هدان مركة لسي اقون وانا نسكد دومينو قرنك هذا عي وحنا صومرتي قرن صوماليو تاقلين ان دومينو محان كهينا ما انتوا سؤال آت اسوي دين اولوال افرتن سنة للموغة اللجوغة ما انتا قفل بو صوماليو دوعيل كان بنيا ولوي افرتن سنة افرتن جير كويل كا مو عرق دول النمو صوماليو دفعا النظام يسرعي كسو عطو يدول النمو صح وحبرشد يا هو سليدتا عفمات كاليتا عيدن كيا بابا اي وحصورن وربا اي كنيسة دولة حمد انا مركز تا كفو جيقنا انا مركز دولة دمبا انا بربرتا لوبا انا سومالي وفكو انو يارق نغضا وانو ابس لادا وحن انو كفو قادو وحفي عنا قادو انا المالون والبوحن قادنون إن الرأي قلدن قادنون إن ذلك يكبر برن ونقعيها نقعناها يكبر برن حقنا الكومة أرين تاني قانو أميد وأرين فدرالا ما أرين هرشبال لأيو هرشبال لأ واكا سوقا دعني وحي إلهي كدقين نقون دون تالا كميد فدرالكا حقو حان أولايهي إنان رجل يجيسين وي إلهي إنه يقول لا يستأنس هيسيسيو، وأنا سكانه، وأنا سومالي مديو، هذا عي، مدني ما بحلو جارا، مدني ما هو مرلا، مدني ما أي واحد نجارسين كرتا، ذلك أدون كمسة يجارين وكله، وحلا يابلا، إن مسؤول سوماليات، أو ذلك أوجد جبي عرق، أما مسؤول كله عرديس، هذا اللي يابلا. حسنا لك جو عيد ماذا الصومالية هذا كور وادي عندك هذا أودي يعني ما حد عاي حد أي تاجين هين إنسان قبيلة ذاك الراعي وحيمان له إن ذلك يبد باديان سيد مصر كنا عضو كلا الدنيا قارك سيد كنا عض عيد كينا مركو علينا كروا مصر كيشنا ذلك هنا بد باديان حمان هنا أودي تاني قفك ننك قفك وحن وذنا قعنك لفتان إن وحن أصوب بحي تاي وحن نجمعنا أم حقوق ذي نجمعنا إلى بعد كوب ملك استي يكون جرتنا إلى ككانو تاس وبلن هران بلن تا أقلني حدنا سيدي بيجت تاي لا تكلها لبود بودي يوركا وحن لا يهاي سكدا يورح من تشيلك لا تكيان لسكدلين dad ka wanaag halaga hal tuso nabad iyo wanaag wax ka fiican ma jiraan intaas kadib waxaan leeyahay doorashada dalka ka dhacaysa waa inay si habsami ah oo xushmad leh aga dhacda gobolka Hiiraan waa in aan lagu dagaalamin buuqna uu ka dhacin waxa dan u ah dadka doorasho inay ka dhacdo gobolka gobolko dhan bay dan u tahay dadka isku dayay marka inay arqalateeyaan waxas waxaan leeyahay ka fogaadaan yaan arqalateen doorashada wanaag iyo usluub iyo sicil kasnimo laha ku dhamaato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ala ashraf al-mursaleen ani hadalkaygu waa laba qodob kali ah inaan u mahadceliyo dadkii nala shaqeeyay iyo in aan ummada u ducayno labadaas kali ah weeye awalan waxaan ka bilaabayaa walaalkay general Abukar Warsamaxood oo runtii
guushan iyo maslaxadan iyo nabadan furow ah asaga iyo walaalaha la socda saaxiibada la socda iyo intii aan ka soo tagnay waan xagga uga soo tagnayba waa mahadsan tihiin inaad nabadda gobolka hiiraan iyo midda ummadda soomaaliyeedba aad fure u noqotaan waxaan kale u mahad celinhayaa ilaahay baan u mahad celinhayaa mar walbana mahadda iskale oo guushaas iyo maslaxadaas ummaddayada garansiiyey na waafajiyey inaan qaadanno waxaan u mahad celinhayaa mas-uuliyiintii kala duwanaa ee gobolka hiiraan gaar ahaan beledweyne joogay oo nala shaqeeyey oo na soo dhoweeyey wax nala qabtay anuuna magacyadooda kala qaadqaadin aada baan ugu mahad celinhayaa sidoo kale isimadii iyo nabadoonnada uu ugu weyn yahay ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble ugaas muumin ugaas warfaa iyo nabadoonnadii nala shaqeeyey ee nabadda nagala shaqeeyeyna aada baan ugu mahad celinhayaa ganacsatada nala shaqeeyeyna waa u mahad celinhayaa saraakiishana soo dhoweysay waa u mahad celinhayaa waxaan halkan si gaar aga xusayaa jeneraal tawane oo runtii garabkayga taagan qaybna ka qaatay nabadan iyo hawsha aan hayno la-aantiisna wax badan ay naga halaabi lahaayeen jeneraal tawane aada baad u mahadsan tahay saraakiishana soo dhoweysay dhammaantiinna waa idin salaamahaya waa mahadsan tihiin ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay ilaahay waxaan idinkaga baryaynaa in ilaahay nabad xasisho idin siiyo meelaad joogtaanba ilaahay dalka iyo diinta idin xasiliyo jilaalka idin xasiliyo aada ku jirtaan iyo abaarta roob xasilan ilaahay idin siiyo doorashada ilaahay idin xasiliyo dowladnimo xasilan ilaahay idin siiyo ilaahay uu noo dambi dhaafo ummad islaamho islaamnimadeeda ku taagan ilaahay naga dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan tihiin waxaan kaloo dadweynihii qaaradaha adduunka kala jooga sama jeclaha ee baraha bulshada u badnaa ee arrintan aada uga shaqeeya runtii oo u baahna u badnaa warbaahinta kala duwan kuwa haddana hor jooga iyo kuwii aan la kulanay iyo inta baraha bulshada oo arrintan sama jeclaha ka geysatayba qof walba waxaad ogaataan waa xadiidi weeye rasuulku sal allahu alayhi wasalam uu yidhi ma idin sheegaa wax ka khayr badan sadaqada iyo jihaadka iyo wax walba aada samaysaan wuxuu yidhi waa islaax bayna naas arrintan waa islaax bayna naas ilaahayna ha nooga dhigo intii ka qayb qaadato oo baraha bulshada uga qayb qaadato oo hadda kasii qayb qaadatana ilaahay ha uga dhigo shacabkii reer hiiraan oo aan ka soo tagnayna waxaan kula dardaarmaynaa nabaddaas xagsada ka shaqeeya ku dadaala inaysan mar danba idinka fakan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.